الرئيس السيسي يوجه بتوطين التكنولوجيا في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. رئيس مجلس الوزراء يستعرض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفاً. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية. وفي اجتماع ثاني وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس، وذلك في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وكذلك لتعزيز التنافس والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية. وقد عرض المهندس محمد يحيى زكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديد ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات والسيارات، إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة. كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ذات السياق جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات التطوير الجاري بموانئ العين السخنة والعريش وغرب بورسعيد، خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصفة البحرية، فضلا عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس،
حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة، وكذلك الارتفاع في الإيرادات. كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذا جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولي الياباني جايكا لبحث سبل التعاون مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات سواء القطاع العام أو الخاص أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وخلال الاجتماع قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي والمتعلق بتحريك سعر الصرف. وأضاف عمران أن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسؤولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بقطاع التمويل العقاري وبنموه. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري وبتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح. كما كلف مدبولي بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي قدما في تبني الخطط والمقترحات والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع استعرض خطة صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أكد مدبولي الدور المهم للصندوق من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث تم تسليط الضوء على الخطط المقترحة لزيادة حجم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال المشروعات الخضراء في ظل التحول الأخضر لمصر وتقليل الانبعاثات، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 5 جوائز ضمن مسابقة ستي في أوردز، وذلك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، وذلك من بين أكثر من 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبه هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جميع مسؤولي وأعضاء فرق العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحصولهم على هذه الجوائز، مشيرا إلى أنها نتاج جهد دؤوب تم بذله في الآونة الأخيرة، مشددا على أنه سيظل داعما للمركز، فهو ذراع الحكومة في توفير البيانات والمعلومات المختلفة، بالإضافة إلى مساندته ودعمه لمتخذ القرار بما يوفره من أطروحات ورؤى وأفكار في مختلف الملفات.
وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استمرارا لما تبذله أجهزة وزارة الداخلية من جهود لحماية البيئة والتصدي لمحاولات غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها لضبط تلك المخالفات، وتمكنت من ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بالجيزة بمضبوطات تقدر ب 16 طن أعلاف ومخلفات مجازر حيوانية و 67 طن منظفات صناعية ومطهرات منزلية وأكثر من 37 طن أكسجين وغازات مجهولة المصدر تستخدم في تعبئة اسطوانات الأكسجين الطبية وطفايات الحريق، و23 طن ونصف أدوات مائدة وأكواب ورقية، و12 طن ونصف مخلفات بترولية خطرة، جميع المنتجات والمواد مجهولة المصدر. كما تمكنت من ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف بالجيزة بداخله 14 طن مواد خام أعلاف منتهية الصلاحية وطنين أعلاف منتج نهائي منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية تمكنت الإدارة من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وضبط المسؤولين عنها، وبلغ إجمالي المضبوطات 182 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما نجحت وبنطاق ذات المديرية في ضبط 5 مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص بداخلها أكثر من 20 طن مواد خام لمواد غذائية وزيوت نباتية مجهولة المصدر وأكثر من 11 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وأكثر من 3 أطنان مخلفات معدنية ومطاطية وبلاستيكية تستخدم في تصنيع منتجات مغشوشة. كما نجحت الإدارة بنطاق مديرية أمن الجيزة في ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والبلاستيكية المقلدة باستخدام مواد مجهولة المصدر، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 204 طن مواد غذائية متنوعة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، و26 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة، و118 طن بلاستيك من مخلفات مجهولة المصدر، و50 طن فحم نباتي مقلد. وتمكنت الإدارة من ضبط 7 محال ومؤسسة زراعية تجارية وشركة أعلاف و4 مخازن وعيادتين بيطريتين جميعها بدون ترخيص بالفيوم بمضبوطات 123 طن ونصف أعلاف ومخصبات زراعية. وبالفيوم أيضا نجحت الإدارة في ضبط 3 مخازن وسلاجة وشركة بدون ترخيص بمضبوطات وصلت قرابة 258 طن و200 عبوة مواد غذائية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 428 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 327 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 80 طن سلع غذائية، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 44 طن دقيق مدعم، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 26 طن مواد غذائية و1585 قطعة مستلزمات طبية. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 175 طن أسمنت وحديد تسليح، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 122 قضية خبز ناقص الوزن، فضلا عن 98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. We'll be right back.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفة. وخلال اجتماع بشأن قطاع النفط والغاز أكد بوتين أنه لا بدائل موثوقة لمصادر الطاقة الروسية، لافتا إلى أن على موسكو التوجه إلى أسواق الدول النامية لتصدير النفط والغاز. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن دعم واشنطن للنظام في كييف بات أقصى مظاهر النهج السياسي الأمريكي المعادي لروسيا. وفي كلمة له أشار لافروف إلى أن روسيا واحدة من الدول الرائدة في القطاع الرقمي، وقد سمحت لها الأزمة الحالية في التطور أكثر. وأضاف لافروف أن كثيرا من المواقع الغربية أصبحت تروج الكراهية ضد كل ما هو روسي، وأن الغرب يسخر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لتزييف الحقائق ويحجب المواقع الروسية على حد قوله. من جانبه قال عمدة مدينة خاركييف الأوكرانية إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 10 آخرون خلال قصف روسي في مدينة خاركييف. وحث عمدة خاركييف في بيان لسكان بعض البلدات على المغادرة، قائلا إنه من المتوقع أن تحدث عمليات عسكرية في المنطقة. وفيما أفادت مصادر إعلامية باستعداد روسيا لشن هجوم على عدة مدن في شرقي أوكرانيا، أعلن كييف استئناف عمليات إجلاء مدنيين عبر 9 ممرات إنسانية. من جانبها قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريتشوك إنه من المقرر فتح 9 ممرات إنسانية اليوم، بما فيها مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق البلاد. جاء ذلك بعد يوم من تعليقها بسبب انتهاكات روسية لوقف إطلاق النار بحسب تصريحات كييف. وفي ملف حياة كريمة، يتواصل توزيع صناديق المواد الغذائية في محافظة أسيوط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي هذا فيما تم توزيع 12 ألف صندوق على جميع مراكز المحافظة، بينما بلغ إجمالي ما تم توزيعه في المحافظة حتى الآن 61 ألف صندوق. اختتمت فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لليوم الثاني. وتم الكشف على 234 مواطنا خلال يومين وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. أكد منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد ترك أنه تم الانتهاء من توزيع 8500 صندوق مواد غذائية على المواطنين. يأتي ذلك ضمن مبادرة وصل الخير لخدمة أهالينا في القرى والنجوع والمدن والتوابع بمحافظة الإسماعيلية وضواحيها. تأتي القافلة ضمن الموجة الأولى لمجموعة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعا، وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع. أعلنت وزارة الصحة بدء الأعمال الإنشائية لمجمع لوجستي للقاح بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا. وقالت رئيسة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات هبة والي إن خطة التعاون بين شركة فاكسيرا وساينوفاك قد انتهت في ديسمبر الماضي بإنتاج 30 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، مشيرة إلى أن تدشين مجمع التبريد مهم لحفظ اللقاحات والحفاظ عليها. من جانبه أكد السفير
الصيني في مصر أن التعاون بين القاهرة وبكين في مجال مكافحة الوباء حقق إنجازات ملموسة. احتفل اليوم بمرور سنة في التعاون بين شركة فاكسيرا وشركة سينوفاك بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية. التعاون دوت كان يعني احنا اتكلمنا على معاهم في التعاون على خطة قصيرة الأجل وقصة طويلة الأجل. القصة يعني ابتدينا معاهم كخطة قصيرة الأجل وانتهت الحمد لله في ديسمبر اللي فات وانت بإنتاج 30 مليون جرعة لقاح الكوفيد، وده طبعا ادى لجمهورية مصر العربية اللي احنا قدرنا نطعم عدد اكبر من المواطنين المصريين. واحنا دلوقتي بنتكلم معاهم في شراكه طويله الاجل مش بس في لقاح الكوفيد ولكن ايضا في اللقاحات الاخرى. ومجمع التبريد اللي احنا بنشهده النهارده وبنشهد حفله التدشين ليه فدوت بيعتبر ذو اهميه لا تقل عن المصانع للانتاج، لانها حفظ اللقاحات ديت من اهم النقاط الاساسيه للحفاظ على جودة اللقاح. التعاون الصيني المصري في مجال مكافحة الوباء حقق إنجازات ملموسة والكثيرة، وذلك لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسان البلدين. ولا ننسى أن الصين عندما كانت تمر بأصعب مرحلة لمكافحة الوباء، آنذاك فخامة الرئيس المصري السيسي قام بتوجيه المبعوث الخاص له بزيارة الصين مع مواد مكافحة الوباء، وعن ذاك وجه بإضاءة 3 معالم الأثرية المشهورة عالميا. وإن هذا التعاطف ترك أثر كبير في نفوس الشعب الصيني، ولا ننسى هذا التعاطف. وبالمقابل تعرفون أن الأمة الصينية دائما ترد جميلة للأصدقاء، وعلى هذا الأساس قمنا بتعاون فعال وقدمنا مساعدات كثيرة للأصدقاء المصريين لمكافحة الوباء. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خلو جميع مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا. يأتي ذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة وضمن مجهود الدولة في التصدي لها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن توفير خدمات الطوارئ ل4000 مواطن عبر الخط الساخن 137 خلال الربع الأول من العام الجاري. كما تم افتتاح وحدات رعاية متوسطة في 4 مستشفيات ودعم وحدات الرعاية المركزة بالهرم والمطرية. وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في العمليات الانتخابية لتوفير سبل الإتاحة داخل لجان الاقتراع، وذلك بحضور القاضي أحمد عبد العظيم مطر نائب رئيس محكمة النقد والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتضمن البروتوكول تحديثا لقاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لمشاركتهم في الانتخابات ووجود أماكن تسهل عليهم عملية الاقتراع، بالإضافة لوجود مرافقين لهم فضلا عن تثقيفهم في عملية المشاركة السياسية. الهدف من بروتوكول التعاون هو يعني بشكل من الأشكال متسق مع رؤية القيادة السياسية في نضج العملية الديمقراطية وفي أن يشارك الجميع في ممارسة حقوقهم السياسية بحق الترشح وبحق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية والاستفتاءات. والحقيقة يعني احنا بنشوف ان اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة ومن اولويات الدولة لخدمتهم ولمساواتهم بغيرهم من المواطنين، مش بس الاشخاص ذوي الاعاقة، الحقيقة كافة الفئات المحلية. يمكن الفترة القادمة بيشهد التعاون ربط شبكي أكتر، تعاون في الإدلاء ببيانات من وزارة التضامن من قواعد البيانات اللي بتجمعها، سواء عشان بطاقات الخدمات المتكاملة أو كافة خدمات التأهيل والدعم النقدي. هو متعلق بقاعدة بيانات الناخبين، الهيئة الوطنية طبعا باعتبارها المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين. يهمها جدا أن تكون قاعدة البيانات تشمل على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير الأمور لهم أثناء العملية الانتخابية وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية. فكان اللقاء والتعاون بيننا وبين معالي الوزير النهاردة وزارة التضامن على أن احنا نتبادل البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
تكون في تحديث دائم بيننا وبين الوزارة، وفي نفس الوقت بنبادل الوزارة البيانات والخدمات اللي بتقدم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عشان يتم التعاون في هذا الأمر وتسهيل والتيسير ليهم أثناء إن شاء الله مباشرة العملية الانتخابية. أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكدت أن حملة أنت أقوى من المخدرات تم ترجمتها لخمس لغات أجنبية وشاهدها 165 مليون مشاهد خلال الخمس سنوات الماضية. وخلال الحفل الذي نظمه الصندوق لإطلاق نسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات، أوضحت القباج أن المشاركة التطوعية من النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدة من الحملة تم الإعداد لتنفيذها على مستوى الفكرة الإبداعية وتطوير وتنفيذ المحتوى على مدار الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أن التأثير المجتمعي الكبير للحملة يصاحبها تحديات كثيرة، حيث ساهمت الحملة في زيادة الطلب على العلاج 4 أضعاف. بيعرف أكتر عن الصندوق، واحد. نمرة 2، لما بيكلمنا إحنا بنقدر نستوعبه تماما، بنروح له لحد عنده، بيطور فكر كمان من لم يتعاطى، بيحذرهم، بيطور متطوعين أكتر. وصلنا ل 32 ألف متطوع. إحنا دايما بنشوف أثر حملاتنا من خلال المشاهدات التلفزيونية، من خلال التردد على صفحة الفيسبوك بتاعة الصندوق أو بتاعة الوزارة، من خلال التفاعل مع الحملة. أكتر من 70% من طلبة المدارس الثانوي بيستقوا معلوماتهم عن مشكلة المخدرات من الوسائل الإعلامية المختلفة. النهاردة إحنا بنطلق حملة جديدة وبمشاركة تطوعية من كابتن مصر الكابتن محمد صلاح والنجم الدولي المعروف في كرة القدم. الحقيقة أن يعني هو مش أول مرة يشارك معنا في هذه الحملات، هو بيشارك من 2015، هو سفير ومتطوع بالصندوق من ما يقرب من 7 سنوات. نحن شايفين مجهود كبير الصندوق بيقوم به خلال الفترة اللي فاتت من خلال برامج مختلفة، بينزلوا للمدارس، بينزلوا للجامعات، بينزلوا للقرى الأكثر احتياجا، بيعملوا توعية كبيرة جدا من خلال الحملات الإعلامية اللي بيعملوها على مواقع التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون. الغرض منها إن احنا فعلا عايزين نحمي أولادنا، إن احنا نقول لهم لا، ما فيش حاجة اسمها مخدرات، دي هتبقى هتسوق سمعة العيلة وانت في طريقة وحياتك ان انت هتضر ضرر كبير جدا. طب لو الناس اللي اجبرت على الموضوع ده ازاي نقدر نوجد لهم الحلول؟ بنشوف مراكز عزيمة اللي موجودة في 27 محافظة، الامكانيات اللي موجودة ومتوفرة في المركز، بننزل احنا دورنا البرلماني نشوف هل فعلا المراكز دي بتقوم بدورها على اكمل وجه ولا لا. أعلنت وزارة التجارة والصناعة موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا، حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها. وقالت الوزارة إن هذه الموافقة قد صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا والذي عقد برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الزامبية لوساكا في إطار رئاسة مصر لتجمع الكوميسا. المبادرة تضمنت 7 محاور أساسية، وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية وإدراج الشمول المالي وتنمية التجارة البينية الأفريقية وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال وجود وفرة كبيرة بالسوق من كافة المنتجات سواء خضروات أو فاكهة بأسعار في متناول الجميع. جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لسوق ساحل أثر النبي للغلال والخضروات والفاكهة، والذي يعد أقدم أسواق الجملة على مستوى العاصمة وسوق الجملة الوحيد بالمنطقة الجنوبية لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة بأسعار مناسبة. ويقع سوق ساحل أثر النبي على مساحة 37 فدان بحي مصر القديمة، ويضم أكثر من 500 شونة لبيع الخضروات والفاكهة والغلال بأسعار الجملة.
قالت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن الرئيس السيسي وجه بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة للمدير التنفيذي لشركة انفست جو مصر للاستثمار بالولايات المتحدة وعضو بمجلس النواب الأمريكي. وقد أكدت نبيلة مكرم خلال اللقاء الموافقة على رعاية وزارة الهجرة للمعرض الذي ستنظمه الشركة بالولايات المتحدة تحت عنوان انفست جو اكسبو، نظرا لأهمية تنظيم فعاليات محترفة للترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية بمصر. انطلق 60 مشروعا زراعيا لشباب الصعيد من رواد الأعمال تحت شعار صعيد أخضر في 9 محافظات مختلفة من صعيد مصر، وذلك ضمن اهتمام الدولة بشباب الصعيد من رواد الأعمال. تأتي المبادرة ضمن اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة، وذلك بحضور وممثلي الجهات الحكومية المشاركة وشباب رواد الأعمال من محافظات الصعيد المختلفة. نحتفل بشبابنا، والشباب ده وقود المستقبل وأمل مصر في الجمهورية الجديدة. بنحتفل بمشروعاتهم وأفكارهم وتعليمهم اللي كلنا بنفتخر بيه واللي كلنا بنؤيده وبننميه ونطوره في صالح بلدنا مصر. هي حاضنات الأعمال عامة حاجة حديثة نوعا ما، وهي عبارة عن برنامج بيتم من مدة 9 شهور لسنة وأحيانا بيكمل أكتر من سنة، بيهدف لأننا نأهل الشباب أو الناس اللي عندها عامة أفكار شركات ناشئة أو مشروعات ناشئة، بحيث أن هم يقدروا يكملوا الخبرات اللي ناقصاهم ويقدروا يدخلوا السوق ويقدروا يكون عندهم كيان ناجح في السوق. فحاضنة التنمية والتطوير هي واحدة من الحاضنات، واللي متخصصة في قطاع الأعمال الزراعية، وبتركز على الشباب من الأماكن اللي هي تقدر نقول إن هي بيوصلها خدمات أقل، زي محافظات صعيد مصر من الفيوم لأسوان ومحافظة الوادي الجديد. في حفل تخرج لحاضنة التنمية والتطوير. حاضنة التنمية والتطوير هي حاضنة أعمال للمشروعات الزراعية، الأعمال الزراعية، كل ما يتعلق بالزراعة، ابتكارات في الزراعة، شركات ناشئة في مجال الزراعة، مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الزراعة في الصعيد. واخدين من الفيوم لأسوان 60 مشروع، واخدين في الواحات 10 مشروعات، الدخلة والخارجة والفرافرة وكل محافظة الوادي الجديد. استقبل وزير البترول طارق الملا وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة. وقام الجانبان خلال اللقاء ببحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، والذي شهد توافقا على معظم بنود الاتفاقية. هذا ويجرى حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيق. كما شهد اللقاء أيضا التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات، وكذلك التنسيق مع الأشقاء في الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما. وأكد الملا على التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق، وتأكيدات الرئيس السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاما مصريا في حل مشكلة الطاقة بلبنان. أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة إني عن اكتشاف أبار نفط وغاز جديدة في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا. وفي بيان لها قالت المجموعة الإيطالية إن هذه الأبار التي اكتشفتها بالصحراء الغربية بدأت بالإنتاج بالفعل، مشيرة إلى وجود عمليات استكشافية أخرى جارية مع آفاق واعدة. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وأيضا عدد من العواصم العربية والعالمية. نتابع.
ومن الأحوال الجوية والطقس إلى ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتوطين التكنولوجيا في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. رئيس مجلس الوزراء يستعرض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من التاسعة. مع الإعلامية شفكي المنيري نبدأ التاسعة وهواء التاسعة وما يحمله من كل جديد وموضوعات جديدة معك شفكي. أهلا بيكي ومساء الخير. أهلا بيكي يا نهى، أهلا بيكي يا آية. دايما متألقين، ولما بسمع هواء التاسعة بحس كده برضو يعني في هواء كتير، يعني الجو حلو الحمد لله. إن شاء الله دايما يعني يبقى حلو، دايما نتابع الطقس واطمن إنه الدنيا الجو حلو في رمضان إن شاء الله. حلقة موفقة وجميلة معاكي بإذن الله. بيكم دايما نهى وآية، بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة في التلفزيون المصري. أهلا بكم دائما مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ التاسعة، تفضلوا.